صافي واحد الحاجه مهمه كتبان لكم كانت دايره وبزاف الناس ما فاهمينهاش اش كانت دايره هو راه علاش انا وشي ناس اخرين كيروضوا كيمشيو يخدموا انت بزاف الناس ماشي انت يقدر تكون مجهد عليا انا وعا كامل الاحترام لك كنت يعجبوني الناس انا المجهدي ما عنديش مع الحراتك حراتك كان بانيهم من الحال فهمتش لاي واحد كيتشكى ما عنديش معاه قرنا عينا عصاتك حاز شي بشي واحد اخر بلاصه فهمتي عزيز عليا السيطان موتيفي شحال واحد شي تقول لك خويا سيمو انا كنوض ما كنقدرش ندير الصاد غنقول لك ثلاثه ديال الحوايج راه قلتهم بفضل الله ونعاود نقولهم لك ثلاثه ديال الحوايج المينتور ديالي كان ديما تيقول لي الصفر البال مع ثلاثه الحوايج صافا هادشي الا كانوا عندي الفلوس وكنت موظف غادي نمشي للميديوم ريسك نخدم داك الاي كوميرس ونشي بي بامانه لان عندي ديك البركه اللي كتدخلني شهريا وبيان سور ما غاديش نمشي نخسرها كامله اللي كنت كنخلص 4500 4000 درهم 3000 درهم ما نخسرهاش كامله غادي ننزل المصاريف ديالي باش نقدر نشي بي بامانه بين ما تجيني الفلوس ونصبر شويه صافا هادشي هو اللي كاين بالرجوله هادشي لان بزاف ديال الناس تيشونجي الحياه ديالو على قد السالير ديالو الا عطيتيه مليون يمشي يكري ب 6000 درهم عطيتيه 3000 درهم يمشي يكري ب 1000 درهم عطيتيه 4000 درهم يمشي يكري ب 1500 عطيتيه 3 المليون يمشي يكري ب 10000 درهم يكري ب مليون صافي ماشي هكا هي الحياه الحياه هي خاص تعيش واحد 10 سنين بائسه باش تعيش باقي حياتك زوينه دابا تنقول لهم انا راه الصاد هانت راه هادي اللي كنقول لك ديما خطيره الصاد انا كانوا عندي الفلوس كنقول لك انا 2012 كملت المليون دولار واش كانت باينه على تيك ام المليون دولار لا ما بايناش لا الا قلتي انا عارف كذاب انا مول الهضره لا خويا ما كتبانش عليا وما خصهاش تبان عليا ما كان ما كنصب لا مازيراتي لا جاكوار لا ما شريتش فيلا ما شريت والو كنت ساكن مع امي لا الدار حاشرو كنشري شي ابارتمون شي ساس كداك تا باش كنخلي فلوسي ما ينزلوش في القيمه ديالهم كنشري العقار واش شريت شي فيلا سكنت فيها لا صح تال دابا عاد شريت تاع فات الثروه ديالي 10 المليار عاد ريحت شريتها دابا عاد وما شريتهاش كاع سميتش لان خاصني نجازي الناس اللي وقفوا معايا الوالده راه واقفه معايا مقاتله معايا الصاد من نهار التويت دونك الصاد مامنه بهاد الولد هذا اللي تجيب امو شي نهار طلع منه شي حاجه دونك الصاد خصنا نعوضوها شرينا لها سميتو سميتها والدتي هما الاول خص تهلا فيهم الصاد عموما وشحال هادي كنطلع في والدتي ما سمعتش الهضره هادي فهمتي يعني شحال هادي كنشهريه معلم خصك دير لوالدك الشهريه هاد الهضره هادي حتى يرجعوا ليها ونهار دير لاباس بزاف زيد تهلا فيهم بزاف الصاد شند واس انت تخاف قول لي الافكار ماما الاخوان دوزو هاد المو تتصرف بزاف معلم كتصرف شحال ما عطيناك غتبقى تشك تقول لنا الفلوس ما كتقدنيش على حقاش راه كنعرف بنادم كيشد 20 مليون فهمتي طلع بنادم كيشد 20 مليون 20000 درهم اعتذر شد 20000 درهم تشط ليه التاري على الصاط وديما كيشكي الصالير ما قدناش كنعرف بنادم كيشد 15000 درهم تقول لك الصالير ما قدناش كنعرف بنادم الاستاذ كيشد 9000 درهم كتجي بيان سور الصالير ما قدناش كنعرف بنادم خدام في البنك الشعبي كيشد 4000 درهم الصالير ما قدناش كنعرف فهمتي جميع الطبقات ديال المجتمع ما عمر اخويا شي واحد وقفت عليه صالاري قلت له نضرب خويا الصالير كيشد ليا نصو بخير ما كرهتش كي يقول لي واحد 25% اخويا اصلا انا علاش غنعندي الفيلم ما عمرها تلقى هذا المادفاكر هذا اللي تيجي يقول لك هاد الهضره هادي الا كنتي كتسنى راه فهمتي كنت ما عرفتش شي معجزه اخا انا بعد 30 سنه ما عمرت تلاقيت مع خونا هذا اللي تقول له امضى كي دايره الوقت والصالير مزيان يقول لك صافي طوب بالرجوله ما خصني حتى اخ ما بقيت باغي لا زياده لا والو كاسي الاولاد كاسي المراه كاسي مالا الدار كدا الصالير قادني الصالير مفرقع ما عمرها خويا سمعت الهضره هادي غتعطي 20000 درهم يقزكيش تعطي 30000 درهم يقزكيش تعطي 50000 درهم تقزكيش غتريح مع برلماني تيشكي تريح معاه وزير كيشكي اصاط كلشي كيشكي ما عندك كتشدها كتشكي هي هو الشكوى كتختلف يقدر هذاك الاخر يقول لك حنا شي مشكله انت ما عادش تعرفها كاع شي مشكله بعيده عليك فهمتي اللعبه ديال بحال ملي كنريح انا مع الدري صاحبي اللي عنده الفيراري كنسمع شي مشاكل فهمتي تيقول لي بحال هكا ديك اللعبه ديال تبقى كندوان تقول لي الصاط راه غير الفران داير 12000 درهم الفران ديال السيراميك والكربون كل بلاكيطات الفران دايره 12000 درهم ضربها في 4 ديال الشوايه ديال الطوب 4 رواية الطوموبيله دايره 48000 درهم دونك دايره بحال شي داسيا بونوكازا فهمتي 5 مليون باش نشري انا الفران هكا هو التواد فهمتي ماشي دوش متعجرب ولكن كتعجبني انا ملي كيدوي معايا بحال هكا تيخليني نشوف واحد النيفو اخر ديال الحياه يقدر هو فهمتي انت ديك 12000 درهم كتبان لك الصالير واو واش تشري بها بلاكيطات الفران ما يمكنش تبدل بلاكيطات الفران وحده كتبدل كلشي دونك 48000 درهم هو يقدر يمشي يبدل بها بلاكيطات الفران
وكل واحد بشحال كيبدل البلاكي فهاد الدليفري امبيونس فهمتي انا تعقل كنت كنبدلهم في 5 يوم كنت كنبدلهم ب 600 درهم الوحده دابا حاليا الجاكوار شي 900 درهم والمازيراتي شي 7000 درهم المهم فهمتي صاد كتخلص صاد كل ما كتزيد كتطلع كل ما كتخلص انا تبان لك شي حاجه ديال شي خونا واعر صاد حتى انا ما كرهتش لامبورغيني صاد ما كرهت ما نقدوش على المصاريف ديالها صاد تولي كتمص منا تولي كتكونسومي منا ديالو اللي كنفكروا ليها صاد خاص نزيدو نضربوا الفلوس خاص تولي ضرب 400 مليار باش لامبورغيني تولي تبان لك يلعبها صاد ولا بغيت تسوق صاد شي طوموبيله المهم عاديه مزيانه صاد المهم شوف انا واحد اللقطه وصلت لها في الحياه ما نشريش الحاجه اللي ما كنتش قادر نشري 10 منها وانا مرتاح 10 من هذيك العباده بحال صوكي نقدر نشري منها 10 وقيله وانا مرتاح ما قدرتش ندير هذه اللقطه هذه بلا ما نشريها بلا ما نضيع وقتي 10 منها شي حاجه قدرت تشري هذا البيسي هذا شوف واش قدرت تشري 10 منه وانت مرتاح سير شري وانت مرتاح كنت شاري للخدمه تشري شي حاجه على قد شحال دابا من واحد تقول له صاد خصك شي بيسي للخدمه يقول لك صاد انا عندي واحد الاي 3 صاحبي ولا واحد الاي 5 صاحبي راه بان ليا خصني نمشي شي نشري شي اي 7 وشي 16 جيجا في الرام انت ما دافك راه صاحبي ما تخدمش وتيبقى تيجمع الفلوس كيجمع الفلوس كيجمع الفلوس حتى يمشي يشري داك البيسي وما كيخدمش وهي راه ممكن تبدا يمشي بيسي مدرح وما تشريش داك البيسي اللي كتحلم به حتى تكون قادر تشري 10 منه وانت مرتاح ديك العاديه صافا تمشي عندك العباد عندهم تمشي عندهم تقول لهم ما خذوا فلوس صافا صافا ندوزو لشي شي شي واحد الحاجه اخرى حتى هي مهمه قبل ما نسالي الله يبقى فيها ربع ساعه صافا واحد الحاجه مهمه كنبان لكم كنديرها وبزاف الناس ما فاهمينهاش اش كنديرها هو راه علاش انا وشي الناس اخرين كيروضوا كيمشيو يخدموا انت بزاف الناس ماشي انت اللي قدرت تكون مجهد عليا انا وعاك كامل الاحترام كون تيعجبوني الناس انا المجهدي ما عنديش مع الحراتك حراتك كنبانيهم من الحال فهمتي لاي واحد كيتشكى ما عنديش معاه قرنا عينا الصاد كحز شي شي واحد اخر بلاصتي فهمتي عزيز عليا السلطان موتيفي شحال واحد شي تقول لك خويا سيمو انا كنوض ما كنقدرش ندير الصاد غنقول لك ثلاثه ديال الحوايج راه قلتهم بفضل الله ونعاود نقولهم لك ثلاثه ديال الحوايج المينتور ديالي كان ديما تيقول لي الصفر البال مع ثلاثه الحوايج ثلاثه الحوايج هما فيزيولوجي كيفاش قاز راه بيان سور انت مع الصباح دير بحال هكا راه ما غادي دير حتى لعب ودير بحال هكا دير ديك هكا ودير ديك هكا مغموم ولا هكا الصاد بيان سور ما غادي دير حتى لعيبه ديما تقسم قاد عاج ما قدرتيش تضحك بلا سي عاج ما تجيش لا يعني وقت تفكر في داك السيناريو السلبي ديالك جوج اللي كيخليك تحرك هما المعتقدات ديالك واش انت المعتقد ديالك هو ان انت تاخذ لا ليسونس وما تلقاش خدمه حتى تاخذ الدكتوراه ما تلقاش خدمه واللي سبقوك خداو الدكتوراه ولا ليسونس ما لقاوش خدمه واللي سبقوك اش داروا كاع الصاد ما عادش نوض من الخدمه صافي علاه ما كتقدرش تحرك ولكن الا كنتي كتاخذ شي امثله زوينه هو السيمو راه تحرك تقدر تحرك بلي تجي حيت تحرك فلان تحرك فلان تحرك فلان تحرك فلان تحرك فلان تحرك فلان والجيران تحرك فلان والجارنا تحرك صافي غادي تحرك حتى ولكن انت الصاد داك البيليف ديالك معمر بشي حاجه حرتوك فهمتي خاص تبدل صاد دوك المعتقدات ديالك صاد راه ما يمكنش انا نوض نخدم وانا عارف اني شدت ليسونس وشدت كذا وما كاين لا خدمه لا والو صافي علاش هادو النوضو كاع يمشيو والطريقه باش كدوي الطريقه باش كدوي هي حتى هي مهمين ثلاثه ديال الحوايج قلت لك الفيزيولوجي كيفاش كتجلس كيفاش مع راسك جالس هكا شي جالس كما قلت لك هكا وكذا وكاين البيلي في المعتقدات ديالك الايمان ديالك كتامن غادي تشد البكالوريا ما عندك ما دير الله يسمح سبقوك الخوت شدوها ما داروا حتى حاجه في الحياه سبقوك الخوت شدوا الماستر ما داروا حتى حاجه في الحياه شدوا الدكتوراه كياكل العصا قدام البرلمان انت كتفكر بحال هكا راك ما ضفاك بالاخر وما غادي دير حتى حاجه في حياتك لونغاج لونغاج هو كتشوفني انا كنقول البلاد زوينه تبارك الله شديد انت واعر صاد لونغاج مهم صاحبي انا ما كنقولش شي لونغاج خايب ديال خونا ما فيه الدجاج خونا ما عطاوش خونا حرتوك هذاك عيان هذاك كذا طارق الصاد انا او سيرتو انا مهم الصاد انا ما فيه الدجاج تقولبت ايه اللي جا كيقول بني انا حرتوك الصاد لوطف ما دفكرز كيدو على راسهم بحال هكا تتلقى خبير في جلد الدجاج نهار كامل واش تدوم سويطه وكيجلد راسو الصاد تير تلعب بحياتك صاحبي الا كنت كدوي مع راسك هكا الصاد راه بلال قالها في واحد اللايف قال لك يوميا الصاد يوميا كيدوي مع راسو كيقول لراسو هضره زوينه تشوف قدام المرايه ويقول لراسو انا واعر انا عارف راسي غادي ندير انا غادي نوصل الصاد يقدر انا نكون سايق الطوموبيله غادي بوحدي جالس في البيت بوحدي الصاد غنقول لك واحد الهضره ما عمري قلتها شتي انا كنت في دوار زيكي وكاتب 100 مليون كاتب 100 مليون ومعلقه في البيت عندي وهاد الهضره جا عارفها ولاد خالتي عارفها العائله كامله كاتب 100 مليون 100 الف دولار ومعلقه في البيت عندي ياك فهمتي معلقه الصاد هاكا كنشوف فيها يوميا وكيبان لي راسي اني راه ممكن ندير ديك 100 مليون 100 مليون از فاكين نوتينغ الصاد كنت تبان لي حتى لعبه صاحبي كنت مامن براسي راه غادي نديرها صاد واش انت بزاف الناس 100 مليون
الصاد شنو 100 مليون صاحبي ولينا جيو ديال 100 مليون صاحبي الصاد انت صاحبي هذاك هو الايمان ديالك داكشي اللي عطاك الله صاحبي. ولكن انا نقول لك اليوم انا النهار الاول ملي علقتها وحق الله ما والله ما انت ما تيقش انا غادي ندير داك الرقم نهار 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 كتب 100000 دولار ومعلقها هكا في الحيط نقول لك الا شي 3 شهور خضات عاد ملي كنقول الصاد غنقدر ندير هذاك الرقم وحق الله الا شي 3 شهور دابا كندوز كنقول الصاد واش انا زعما كنقول لها غادي نديرو ان شاء الله غادي نديرو بيد الله وغادي اصطات ليا كدوز وغادي داك الايمان كيزيد صافي هذيك الساعه ملي امنت بالله راه الصاد داكشي كديرو في عقلك وتخدم عليه كيولي في الواقع ديالك واهم حاجه هو تامن به لان بزاف الناس كيقول الصاد انا قلت ندير نولي مليونير وها انت ما وليتش الصاد انت عندك واحد الايمان كبير بهذه الهضره هذه اللي قلتي انك ما غاديش تولي مليونير الصاد ما غاديش تولي مليونير الصاد انا درت قانون الجذب وسمعت باللي راه ما خدامش فعلا الصاد ما خدامش شكون اللي قال قانون الجذب خدام قانون الجذب الصاد ما خدامش لان انت ديجا مامن بانه ما خدامش داكشي هذا حنا باقي الصاد كندوف في الايمان الصاد انا سمعت بزاف الشيطان وبزاف الاساتذه وبزاف ديال كذا الباحثين قال لك قانون الجذب ما خدامش الصاد فوكين نوكي راه هضرتك صحيحه الصاد راه ما خدامش حنا باقيين كندوي على الايمان الايمان شي حاجه ما كتقاش صاحبي بحال قلتي انت واش كتامن بالله وراه ما كاينش شي وزن ديال الايمان ديالك بالله مامن واش فهمتي شفتيه لا ما شفتيه انا ما شفتوش مامن بالله فهمتي مامن بالله ومامن بالهضره كامل تقال علاه كيتسمى ايمان واش 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 جاوا قالوا لك الصاد غنعطيوك الدليل بالرجوله ومن بعد ما تلمس الدليل تتلمسو وديك الساعه الصاد ماشي بحال هكا صاحبي كل كلشي امن ولكن اللعبه كاينه في الايمان كتامن بشي حاجه ما كايناش فهمتي انت مامن براسك واش اخوانا كنت عارف راسي غادي نولي مليون ما كانش حتى شي مؤشر تيدل على ما كاينش حتى شي مؤشر كيدل على الخير الجاي باش نجيك من الاخر ما كاينش شي مؤشر كيدل على اني اصلا الدوار يزيك لا شرا اللي دارين بك حتى واحد ما دارها اللي دارها كبير في السن دارها واحد قبل مني ولا مليونير كان عسكري وخرج ودار شركه ديالو ديال الطو ولا مليونير سميتو الطاهر معروف دوار يزيك حلت هو من تما ساكن واحد القصر يكون دير واحد 3 مليار ولا 4 حتى هو من الناس اللي هذا واحد من الناس اللي تنقول يقدر حتى انا نديرها ملي نولي في عمري 50 عام 60 عام بحال الصاد هادشي والصاد ما كاين حتى شي مؤشر كيدل على ولكن انا مأم انا يخليني مأم انا كنكذب على خلينا اخويا مأم انا مأم الصاد داك الطريحه صعب مع واحد بنادم حرتو كتقول لك لا ما يفتكش لا انت عيان لا ما عندك ما دير فهمتي الصاد انا نقول لك راه الصاد كدوز واحد نزاعات نفسيه مع راسك هما اللي نطار صاحبي تيحبوا ما انا حماق وحق الله راه حماقت اكل الوالده وحق الله تدرت الفلوس الوالده تدرت الفلوس ديال بصح فهمتي وديك العجل كتهلا فيها وتدرت شفت بان اتس اوكي هذا ما فكر هذا دار شي حاجه في حياته هو راه فريمون كنا كيبان لنا حرتو ولكن دار شي حاجه الصاد عادي تقول لي وحق الله ونجي لك انا وبا كنجلسوا وكنقولوا واو تا الله يستر قدر راه الولد حماق فريمون هكا الصاد فهمتي هادي الصفه ديالك تعيشها بعدا غادي تعيش الصف بان كلشي غادي صحابو راك حماقي تامل هادي ستيب من الحياه فهمتي هادي ستيب من الحياه نهار كتخبر كتصد على راسك خدام ومامن بدين ام شي حاجه اللي ما مامن بها حتى واحد الممر انت اللي كمامن ان في الاخر ديالو تكيم الطو هو هذا كلشي كيقول لك البلاد كتسول اللي سولتي على البلاد تيقول لك ما فدين ام ما يتصنع حتى واحد ما تيهز الراس كلشي فهاد البلاد هادي ما كاين غير اللور اللور ميتة الدعوه مقتوله وكتقول لها باقي جاي الخير انا حاس بهاديش قول لينا الا دخلتي فهاد الا قلتي لنا الا دخلتي فهاد لي كونفرساسيون غادي تموت انا ما عمرني دخلتو فهمتي ديما كنتهرب ديما داك الايمان ديالي الصغير داك الايمان ديالي الصغير ديك الساعه حابسو بحال هكا ومخبي وما خاصش الاخرين يعرفوا داكشي اللي كيدور ليا في الراس انا معلقي ديك 100 مليون في الحيط وندمت على النار اللي علقتها وما انا مضطر شافوها فهمتي ندمت عليه ولكن حاليا فرحان به ديك الساعه ندمت عليه لان صاحبي راه ما كاينش شي حاجه كدل لنا انت داك الايمان ديالك يمعامني بوحدكم خبعوه لان راه تيجيو دي تصرفوا لك اصاحبي راه تيجيو دي جيو دوك المحطمين ديال الاحلام والمحطمين ديال الايمان اللي تيصرفوا لك اصاحبي راه طامعين في جين ام اي واحد عنده شي ايمان صغير مدركو دابا لا صاحبي كما درت المليون دولار الاول والثاني والثالث ندير جين ام ال20 وال30 وال100 صافي دابا تبنى داك الايمان الكبير ديال بحال الاعصار كدوز كدوز ولكن الصاد ملي كنت صغير في دواري زيكي وعند داك الايمان ديالي صغير شادو حاميه الصاد ما توريش الصاد ل 10 غادي يصرفوه لجين امك وتيهربوا به فهمتي غادي يهربوا به واصلا ما تيهربش به يستافد منه راسو كيمشيو يدفنوه انا نقول لك ملي غنصاد القصه وما فيها ملي كيصرفوا لك داك الايمان صغير مسكين وباقي كيغوت باقي وليد صغير كيدجوا تحفروا كما ما تسرق منهم الايمان الصاد كيقلبوا يسرقوا لك حتى الايمان ديالك انا جيت نقدر نقول لك شي حاجه زوينه كنديرها في الحياه اللي كنزرعوا الايمان ديال الدراري كنزرعوا فيهم الايمان كتقول لهم الصاد
راه درناها ممكن حتى انت ديرها السطر على الحوايج المهمه اللي تكبرنا عاد تعلمنا من 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 من, من, من مينتورز زيدو كدوا لينا داكشي اللي كنا كنديروا صافي فهمتي عاد المينتور ديالي ديما تيقول لي صافي شوف داكشي اللي باغي توصل ليه شوف قبل ما تنعس وشوف بعد ما تفيق من النعاس اليومين هذا كندير هذا البولشيت هذا شي حوايج ما كندويش فيهم غراتيفيكيشن افيرميشن انكنتيشن داكشي ما كندويش فيه الصاط لان بنادم عقلو ما يستوعبش ديك الهضره كتقول انت فهمتي تقول هذاك يا رحمه وانت اصلا ما مساليش تجلل معاه وتيقول لك هو انت يا رحمه كتقول ليه فعلا وصافي ما تعاجل ليه كاع داك الفيلم تقول له الصاط الا كان الغرض غرضك توصلك وتفهم راه تقلب راني قلت لك كلمات مشات تقلب شنو هي افيرميشن شنو هي انكنتيشن شنو هي صاد هذه توني روبنس تدوي لك على افيرميشن انكنتيشن كذا كذا غتمشي دوي مع بوب بروكتور تدوي لك على انكنتيشن افيرم غادي دوي مع باتريك بيت ديفيد تدوي لك على الفيجن بورد تدوي لك على الانكنتيشن افيرميشن راه واحد خونا نقول لك انا واحد لقيتها كنفهمت كنوت كنقول لها انا جنولي مليونير 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 كنقولها شي 1000 مره في النهار فهمتي كنس خدام وكنقولها ما كاينش ديال ام شي حاجه كتبشر بان انا جنولي مليونير من داك البيترو اللي شاعلو كيتطفى مره مره لانه كيسخن ما كاينش نجيك من الاخر وحق الله ما عندوش شارجور الا مكونيكتي بالكابل ديال الضو ديك اللعبه فاش كيدخل ديك اللعبه فاش كيدخل داك دابا هذا هو اللابتوب ديك اللعبه اللي كتدخل ليه ديك اللعبه اللي كتدخل ليه باش يشارجي خسرات ومدوز لك ديريكت ومكونيكتي وشديته انا مع قريب الكترونيك لحمتو ديريكت لحمو ديريكت في ديك اللعيبه ديريكت مكونيكتي داكشي اخوانا دي سالي الله بعد جوج دقائق غادي نعاودو السطر الرجع غادي نعاود ندير واحد نص ساعه ودي نمشي فهمتي باقي شي حوايج مين تقالو غاو انت علاش بزاف ديال تقول خويا سيمو زعما انايا تيبان لك من الوضعيه الحاليه والوالد ديالي معلم والوالده ديالي معلمه هذا المصطلح صافي انت راك مالك معلم في الارض ديالنا حنا انت مالك بالنسبه لينا ما بغيتش نقول شي كلمه اخرى فوق المالك ماشي صاد انت راك مالك كاين واحد الكلمه فوق الماء نقولوا نزلاش وما طلعش داك القرض انت امبراطور انت باك معلم وامك معلمه صاد انت راك حاكمه صاد راه كاين شي دراري باش بداو كاين واحد الدراسة عبنا بارفقي الجام مو كاع ما خدام كاين واحد الدراسة عبنا اللي هو يجي حيا لانه هو ما عندوش مشكل نقول هذه القضيه هادي بايك باس مو كاع ما خدام بايك باس انت راه مازال باك معلم ممك معلم وبايك باس انا الوالد انا بحال مره تنقول عسكره تقول لي كورونيل صاد فين هو هذا الفاكين كورونيل صاد والحمد لله انا با ماشي كورونيل الحمد لله فهمتي على قداش عولت على راسي تقاتل على راسي انا الوالد ديالي كيتسمى في العسكر كاين لي زوفيسي والسوز اوفيسي الوالد ديالي نهار خرج التقاعد شدو ب 4000 شحال يجي الدراما صاد فهمتي هادشي اللي عطى الله لحد الساعات هادشي اللي كياخذ فهمتي 4000 شي حاجه ديال الدرهم وبين سر الوالد ديالي دونك راه فهمتي راه اي حاجه خصاتو راه فلوسي راه فلوس الطوموبيلتي راه طوموبيلتو اي حاجه ديالي راه ديالي فهمتي وانا اصلا ما انا اصلا في الحياه ما عندي حتى شي شغل انا عندي العائله ما عندي حتى شي لعبه عندي عائلتي هذا هادشي اللي علاش كتضر الحياه العائله ديالي ومراتي والسلام سالات والخدمه ما عندي شي حاجه اخرى في الحياه باش نضيع فيها وقت اخوان غادي تقطع اللايف من 8 ثواني ونديروا لايف اخر ونكملوا هاد الهضره هادي فهمتي مع التحمس بزاف الصوت بالرجوله راه مني انا كان ممكن نديرها نمشي نعيش على برا ونسمح في والديا ما بقاش نشوف والديا نسخط الوالدين حتى حنا مسال عندنا الله يرضى الوالدين وتيدعوا معنا يوميا وجدتك كتدعي معايا يوميا راه نهار يقولوا الله يخلي ولد ولا شي حاجه غتلقى تجي امي رجعت للصفر من الاخر جيك من الاخر يعني فهمتي كتحاول تساير ما بين والديك وك داخل حتى شفتي عييت من الوالد عارف حاس الوالد الوالد اخر شي ثلاث ايام تجي عند صاحبو لقاني خدام في هذا البيرو هذا قال لي راه من نهار جا هو خدام كذا راه هاكا صدمني الوالد انه فاهم الحاله النفسيه ديالي قال له بنادم معاه الحاله انه رجع للمغرب قلت له هاني الوالد ماشي كاع ديك الدرجه ولكن الوالد حاس عارف الوالد عارف الوالده عارفه اخر حتى الوالده قالت لي شوفوا ولدي جلس معنا 6 شهور وسير تما 6 شهور سير المالي قلت له انا باغي نرجع لماليزيا ما بغيتش نرجع للطالب صراحه باغي نرجع لماليزيا انا ما باقيش باغي نرجع للطالب نجي اتس اوكي تاخذ مراتك تمشي تعيش تما 6 شهور تجي وانا 6 شهور فهمتي على قبل الوالدين صاد ما هادشي ما درت لا حكومه حتى شي حاجه برجليها معايا لا حتى شي حاجه نعيش به خلاص ما عنديش شي مشكل ما شو ورقه كنبغي نقضيها كنمشي كنقضيها هكذا الامور ميسره الحمد لله عيش به خلاص السطر واخا عندك الفلوس في هاد البلاد هادي صور راسك سمح لي خاصك بزاف راك
باقي ما عشتيش وما شفتيش. راه الانسان اش كتقلب كتقلب يتلقى شي ناس اخرين زوينين، شي ناس اخرين ما بقاوش فوق الارض. شوف شي حد يدير لك هاك يجيب لك هاك هاك، ما كتعنيش الزهر كتعني بيرفكت. كيشوف شي حاجه كيبتسم، كيشوف شي حاجه واعره عندك، كيشوف موتور راه كتكاري كاوازاكي. كنت كنصور لكم راه عندي واحد الكاوازاكي باقي في الانستغرام ديالي مليون، كنت كاري كنت عندي بيكالا هي اللي شاري راس مالي في الطايروند اللي شريت من النهار مشيت تما هو بيكالا واي ماك، ما عمري شريت شي حاجه. موتور كنت كاري، الدار كنت كاريها، الفراش كنت كاري، وكنت عايش واحد الراحه ما كايناش اصلا. كنت عايش في الكرة، دابا انا عايش في الفيلا اللي شريت الوالده بات. اتس فاكين بولشيت اصلا، فهمتي؟ اتسوكي كتعيش بخير ولا دار بك بخير، جارك كولونيل ديال الجندار مع طبيب مع طبيب مع طبيب مع فرماسيان مع رجل اعمال مع واحد كان مدرب ديال واحد الفريق اماراتي، هادو هما الجيران ديالي. But it's okay. What's behind the fucking shit? لا نظرت مع الشارع كان قط الطلبة صدق، كتخرج من الحيط الفيلات كتلقى الطلبة والمشاكل وكذا، أوليدي تقارنا كذا كذا كذا، وبنادم تخليني ساكت وحق الله صافي نمشي. المهم الإخوان هادشي اللي كنقول لكم هو أنا مقاتل، أنت مقاتل، كامل مقاتل. دابا هادي تصلى الله يبدا بشوية سمع هاد الهضرة الله يرضيك. أنت مقاتل، أنا مقاتل، نحاول نصنعوا شي حاجه شي غدا يكون زوين. هادشي اللي هذا هو الكول اللي خدامين عليه. انت حاول تكون زوين، ما تبقاش نسبوا على المجتمع خايب. راني انا بزز من جين ورانا عندي باش نعيش. ديك النهار كنت قلتها في واحد ستوري، عندي باش نعيش جيت من داك الحياه 5 ستار هوتيل في اسيا 55 عام تلقاني مت، لان عمري 30 زيد عليه انا ما نطولش. دارني فهمتي ما كناكلش ماكله مزيانه، كناكل الحرتوكه، ما مسوقش، كنسهر، كنخدم 16 ساعه، داكشي كامل كيرجع لي في الاخر طلع. يعني فهمتي عندي باش نعيش 55 عام داك اللايف ستايل الواعر، ولكن الصوره كاني كنرجع لهاد الحاجه اللي انت كتهرب من دين ما كان سميتها غيس. انا وياك كنحطوا رجلينا في الغيس والله يرضي عليك، اجي نشوفوا هاد الغيس هذا كيفاش غادي نبتوا في دين مو الشجره، نزيدوا الخوفين تراب باش هاد الغيس يزكى ونزرعوا فيه الشجره، نديروا شي حل، لقاو شي حاجه. ما تقولش لي لا نبدل امي، راه عطيتك المثال من الاخر، ما عندك ما تكذب على راسك. لا نبدل امي، لا امك راه بنت الزنق سليمه. دونك ابتداء من هاد المعطيات هادو حاول تطلع تجيب شي حاجه من هنا. ما تقولش لي اتس اوكي انا نسمح في هاد البلاد الصاد، ما عمرك ما تسمح. نقول لك قضيه واحده باش تسمح، الا مشاو معاك والديك ولا لا ماتوا والديك الله يطول لك لهم العمر، هذه هي القضيه الوحيده فاش يقدر تسمح في هاد البلاد هادو تمشيو ما عمر تشوفها هكا الاول. لان الصاد هو السيناريوهات الوحيده اللي كيجونا في الراس اللي ممكن ما عمر ندور هكا الاول. اما شي سيناريو اخر راه ما كاينش. والديك عايش ما ترجع لهاد البلاد، والديك ما بغاوش يمشيو معاك ترجع لهاد البلاد، صحه منك كاين في هاد البلاد. وبما انك كاين في الحفره كاين، حاول تجي لام الحفره، الحفره كاين فيها كاين، ما تبقى ساكن في الحفره. دونك خصنا نحسنوا الحفره. دونك حنا هاد البلاد كلها تعبد لا يقلب لا صراحه تعيش في جين مراه تعيش فيها راسها في الاخر ما كيسقسيو فيك راك فين ساكن. ساكن في حفره، الناس الاخرين ساكنين في بلدان ساكن في حفره، والحفره ديالها انت وانا. بلا ما تقول لي لا 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 اخو انا ملي كنت في دوار يسكي مساهم جين امي في الحفره، كاملين مساهمين في هاد الحفره هادي اللي وصلنا لها، كاملين مساهمين. كل شتا واحد يتهرب من المسؤوليه، استاذ تلميذ معلم اب الجاهل الاميه كل شيء ديال امه مساهم في هاد العجنه هادي اللي وصلنا لها اليوم. قادش تلد القرار ديال هاد الله. دونك بداء من هاد المعطيات هادو انا اخويا راه كنحسن بداكشي اللي قدرني الله، ولدرجه وحق الله ما بقيت كنسقسي شحال ربحت هاد الشهر هذا. والله الاخوان ما بقيت كنسقسي، كنقول عندي 31 موظف في الخميسات، ماشي عندي عندنا، لحقاش انا ماشي بوحدي في الشركه ماشي مولاي بوحدي. عندنا 31 موظف في الخميسات، عندنا 12 في الرباط، عندنا في مصر، عندنا في تايلاند، تين ام هاد المسؤوليه ديال هاد الناس هادو يعيشوا. كتفكر كتقول كيفاش غادي نقدر نخلق واحد 200 وظيفه في الخميسات؟ راني ماشي مجبر انا اخويا، انا عندي باش نعيش تنهار الموت تدخل ديال امي في هذه المهزله هادي. ولكن كتقول 200 وظيفه 200 عائله الى صوفوا راسهم يتسوكي يدبر على راسو يتزوج يتزوج البنت ملي كتخدم كتزوج تحرك القضيه. المهم نصنعوا شي حاجه، علاش انا داير اخويا هاد الالتزام؟ وعلاش انت اخويا باغي انت ترتاح؟ علاش اخويا انا ديال امي ممكن نهرب ونمشي نعيش بخير وجاي هنا مقاتل مع والديا وجالس تين امي
هاكا محامش شايف الجنة، شايف الجنة وعارف اني ممكن ندخل ليها، عندي الورقة باش نشري تيكيت الطيارة ونمشي ليها ونعيش الطوب. ختاني كنشوف راسي دابا البحر الزرق وانا نازل بحال هاكا قميجة بيضاء باش ما تضرني الشمس ونازل الصاب ديك اللعبة ديال الله. كان الصاد تسوكي خلي ديال ما في الحفرة كتسميها حفرة تسوكي هاكا سميتو عصاي. حاول نسدو هاد الحفرة هادي ونطلعو لجي شي حاجة أخرى ونبداو نبنيو فيها الشجر والحجر ونطلعو فيها شي حاجة. بقات الصاد دقيقة يسالي هاد اللايف هذا الإخوان، هادشي كامل جبناه من السؤال ديال الأخ ديال تايلاند ولا تايلاند تايلاند ماليزيا دويت عليه كامل. إتس أوكي مان، أنت كتعلم مني شي حوايج، فهمتي راه كاينة حياة أخرى زوينة وكدا، ولكن الصاد راه ميمكنش تسمح في هنايا وتزيد، مامبوسيبل تسمح في هنايا وتزيد، راك مورط معانا. راك مورط معانا فهمتي، طلخ السفينه فيها كامل، ما تقولش لي انت تنجا تنقز ديال الرباط ديالك تمشي، امك جالسه هنا كتغرق في السفينه وقال لي الحل غترجع على قبل امك، لان ما غاديش تسمح في امك، راك امك كتغرق في السفينه هي وباك وانت ماشي دير الرباط وتهرب. يو ار نوت فاكين سمارت باش دير هذا القطاع، غترجع الصف. دونك ديك السفينه خاص دير ما تصوم شمع طال، وديك السفينه اللي كيتقبوها يوميا هو انا شحال هادي وحدين اخرين بحالك تيضربوا على المصلحه ديالو، كنضرب على المصلحه ديالو ولا يقلب تيمشي واحد، راه هما اللي خارجين عليه على سميتو. اما خو والله انا لدرجه وحق النار الاخوان ما بقيتش كنقول شحال دخلت في قرشه، لا انايا كنعيش عايش الحمد لله عندي باش نعيش. هاد الموظفين كدا كيفاش نزيد الموظفين كيفاش نزيدو نخدمو عباد الله اخرين كيفاش كدا كيفاش ممكن نحسنو بشي حاجه. احنا شهر 11 كنفكروا نديروا واحد الفورماسيون ديال الايكوميرس في ابور ونتقاتلوا مع عباد الله، نموتوا مع عباد الله، نحركوا بالماكسيموم بوسيبل. وهذا الشيء اللي عطى الله الاخوان بقى 14 ثانيه، وسمحوا لي طولت عليكم والله اخوان، الا فتك بشي حاجه وحده ما تنسنا منك لا فلوس لا حتى شي حاجه، دعي معايا كنت كتصلي دعي معايا حتى هي مزيانه الله يحفظك وبالتوفيق.